من خلال إنجاز مشاريع لصيانة البيئة وإعادة تأهيل المنطقة المركزية وتهيئة وتنمية السياحة البيئية في المنطقة المحيطة المتطرفة للوجود. عندنا محمية طبيعية المواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، عندنا أصناف نباتية وحيوانية أصابعنا الأرضية. كنقدم لكم برنامج تهيئه وتثمين استاد المنتزه الوطني للتبقال اللي هو كينظم واحد الغلاف ديال 900 مليون ديال الدرهم. هذا البرنامج كيندرج في استراتيجيه الملكيه لغابات المغرب 2020-2030 وكذلك في برنامج اعاده تاهيل المناطق المتضرره بزلزال الحوز. انشاء هذا البرنامج كيتم من خلال انجاز 8 اقطاب سياحيه اللي هما غنحددوا من خلالهم البنيه التحتيه السياحيه والمنتجات السياحيه اللي غنقدروا نتمنوها، وكذلك عندنا واحد برنامج اللي غنديروهم في المنطقة المركزية اللي غادي يضمنوا توطين الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل الموارد الغابوية والمناطق الرطبة للمنتزه. شرف سيد المدير العام لانطلاق برنامج خماسي اللي كيدخل في إطار البرنامج الملكي لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز. هذا البرنامج الخماسي التكلفة ديالو كتبلغ 2.7 مليار درهم، واللي كيشمل تهيئة الغابات بالمنطقة المتضررة وكذلك تهيئة الحوض المائية. فالبرنامج كيشمل 5 الأقاليم، 3 ديال الجهات و 111 جماعة ترابية. فبالنسبة لتهيئة الحوض المائية فالمبلغ اللي مخصص لهذه العملية وتقريبا 1.6 مليار، أي ما يقارب 59% من البرنامج العام. هذه العملية هذه عندها يعني مهمة جدا، لكون المنطقة هي منطقة جبلية كتعرف يعني الجرف ديال التربة، كتعرف توحل السدود، وبالتالي فعملية تشجير وتأهيل الغابات ضروري، وكذلك القيام بأعمال يعني ميكانيكية للحد من الجرف، علما بانه الاحواض كتعرف واحد النسبه كبيره ديال توحل السدود، بحيث كتقدر تفوت 2 المليون يعني المتر المكعب سنويا.